لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الجزائر ضعيفة، هشة داخليا، ما زالت هشة داخليا وضعيفة على مستوى الخارج. ليس ضعفها، خلينا من الكلام الشعبوي، ضعيفة أنها لا تمتلك ملفات، لا تمتلك تحالفات قوية. والتحالفات القوية كيف تكون؟ أنا نتحالف معك، كاين ملف أنا نتحكم فيه وكاين ملف أنت تتحكم فيه، نتبادله، أنت تعطي لي حصتي من الملف اللي تتحكم فيه وأنا نعطيك حصتي من الملف اللي تتحكم فيه، حصتك من الملف اللي نتحكم فيه، هكذا تمشي الأمور. لكن أنت كي يكون ما عندك حتى ملف عفوا كي ما يكون عندك حتى ملف، كيفاش راح تكون تحالفات؟ تولي تحالف بين السيد أو التابع والمتبوع. أنا تحالفت معك فقط ولكن أنت صاحب القرار. تحالفت مع الروس، الروس هم أصحاب القرار. تحالفت مع الأتراك، هم أصحاب القرار. تحالفت مع دول الخليج، هم أصحاب القرار. ولكن تحالفت مع إيران، هي صاحبة القرار. تحالفت مع مصر، هي صاحبة. تحالفت مع فرنسا، هي صاحبة القرار. أنت فقط تنحاز إلى جهات تريد أن تقوي بها نفسك أو تتقي شرها. ولكن أنك تكون حليف الند بالند، يجب أن تكون قوي داخليا، نظامك مستقر، جبهتك شعبية متماسكة، وضعك الاجتماعي والاقتصادي كويس، عندك ملفات تتحكم فيها، عندك حضور في الملفات والنزاعات الدولية كلها، هكذا تكون. وهذا لن تحققه وحدك، تحققه بكل الجزائريين. الدولة اللي ما تعتمدش على نخبها الجزائرية الموجودة في كل نحاء العالم لن تكون دولة ناجحة. أنت في فرنسا عندك ملايين الجزائريين، يجي الرئيس ماكرون يتكلم عن الإسلام ويتكلم عن المسلمين، والهدف الأساسي المستهدف هو المسلمين في فرنسا. رئيس الجمهورية يجيب على لسانه ويقول لهم الرئيس نزيه، الرئيس ماكرون نزيه وكذا وكذا، تمدحوا فرنسيين فاش نقولها لكم، تمدحوا ولا هم راهو طيح له الهضره أردوغان، ما ردوش عليه لانهم هذا ما يهمهمش. غدوه الرئيس هذا ماكرون يترشح، قادر ما يفوتوش عليه وما يفوتش، وينسوه يكون صار رئيس سابق وقادر تفتح عليه ملفات كما نشوفوا في ساركوزي يكركروا فيه في المحك عادي. رئيس راهو مسؤول وصل الانتخابات يؤدي في مهامه، مش يريدون تقديسه. كي تجي انت تمدحه لن تضيف له في شعبيته، ولا هو اصلا طلب منك هذا المدح. لذلك قضية مصالح، إذا كان أنت تريد فرنسا تتعامل معها الند بالند، ما تتعاملش معها بطريقة هذا تمدح لها رئيسها. عندك كثير من الملفات، عندك اقتصاد، عند فرنسا عندها مصالح في أوروبا، عندها مصالح في ليبيا، عندها كثير، إير حرك الذرع تبعك في القارة الإفريقية. عندك جالية جزائرية تتكون من الملايين، راهم واحد ما يشم في واحد أحد، حتى المساجد اللي يتحكموا فيها الجزائريين يتعاركوا ويتخابطوا على جمعيات ما يقدروش يديروا جمعية مع بعضها. كيف راح يتحولوا لكذا لوبي؟ كم من جزائري هنا يملك الجنسية الفرنسية؟ لو نحسبوهم نلقاهم بالملايين، ويشكلوا معادلة في الانتخابات، ويشكلوا ثقل لو يتم استغلالهم كما ينبغي كجزائريين سيخدمون مصالح بلادهم. وهذه هي كل الدول، كذا كل الدول، كل الدول عندها جالياتها، دول إسلامية هنا في أندونيسيا وماليزيا وتركيا وكذا، عندهم جاليات في الغرب كلها تخدم في مصالح بلادها. أنت لا، أنت لا. جزائريين كانوا يطيشوا لهنا، ما جبتوهم حتى عوق الذيب في البحر باش يروحوا، هذا معالقين، جزائريين عالقين هنا هناك أيضا باش يرجعوا لهنا، حتى جابتهم إير فرانس. وأنا أعرفهم ناس جزائريين ما عندهم إلا الإقامة، ما عندهمش حتى الجنسية، داروا فيهم زي جابوهم في الطيارات اللي يجيبوا فيهم المواطنين الفرنسيين اللي عندهم مزدوجية جنسية. كيف تكون عندك قوة؟ كيف تكون عندك حضور في المجتمع الدولي؟ ما تكون بهذه الطريقة الغوغائية، الطريقة التي لا قيمة لها. تكون قوي، تمسك الملفات. كيفاش تمسك الملفات؟ أنت الآن خرجت من أزمة كبيرة، من حكم نظام تاع عصابة. إذا لازم لك تؤسس إلى نظام قوي، لازم تأسس نظام قوي. كيفاش تبدأ؟
دير لها دستور قوي. كيف يكون هذا الدستور؟ الدستور هذا ما تجيبليش العربه لانه ولد شهيد. لما سالوه على العربه قال بالعربه ها ولد شهيد، ومن بعد يكون ولد شهيد يكون حتى واش يكون اصلا؟ يكون حتى من آل البيت. مش هذا المعيار. كي عاد ولد شهيد تعطيه يكتب لنا الدستور. هاهم كاين ولاد شهداهم في الحباس، كانوا مجاهدينهم في الحباس، كانوا احفاد شهداء راهم يطايشوا مهجرين منفيين البلاد وما شموش فيه. كاين مجاهدين جزائريين اولادهم عايشين في الخارج سنين طويله ما شافوهمش ما حضروش اولادهم، وهم احفاد شهداء وابناء مجاهدين وكذا وكذا. اذا كان هذا المعيار، المعيار ما هو العرب راه ولد شهيد، والاخر اللي ماشي ولد شهيد ما عندوش حق في المواطنه، ما عندوش حق يشارك في دستور بلاده. اذا المعيار مش ابن شهيد وابن مجاهد ولا ابن كذا وكذا، المعيار الاساسي هي المواطنه والقدره والطريقه والامكانيات العلميه والفكريه والقانونيه في المساهمه في بناء هذه الدوله. الدوله ما يبنيهاش الرئيس وحده ولا معاه شنقريحه ومعاه عفان وعلان وخلاص هما اللي يبنوا الدوله، لا، الدوله تبنى بجميع، كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه. استغلوا الطاقات الجزائريه، استغلوا الشباب الجزائري اللي موجود، عندكم طاقات جزائريه في الداخل تستطيع ان تحول الحجر، خرج لك منه شجر، ولكن لا يتم استغلالها. حتى الوزراء اللي عينتوهم فيهم وزراء والله لا يصلح بواب في وزاره، ولكن تم تعيينه، راكم على بالك. اخواني الكرام، اخواني الكرام، الجزائر بهذا العبث، اتركوكم من الشعبوية، اتركوكم من العواطف، اتركوكم من هذا، خلي العقل هو الذي يخدم. المسار الذي يمشي الآن ما هو مسار لبناء دولة جديدة ولا جمهورية جديدة ولا أي شيء ولا بطيخ، واللي يقول لكم غير هذا يكذب عليه. الدولة الجزائرية لا تبنى بهذه الطريقة. إذا أردتم بناء دولة في حراك شعبي تاريخي عظيم، كل المؤسسات الإعلامية في العالم كتبت على الحراك الجزائري وستؤلف عليها الكتب. تروح أنت تنهيهولي بهذه الطريقة. ابتلى ربي الحراك هذا، ابتلاه بواجهات مزيفة مخادعة تخدم أجندات أخرى غير واعية، تصفي في حسابات شخصية وكذا وكذا وكذا، وزيد أنت تزيد من هذا، تعاون في تهديد هذا الصرح الكبير بهذه الطريقة. إخواني الكرام، أختصر وأختم الكلام لأن القلب موجوع ومفجوع على البلاد. هذا الدستور إذا استمر، ليس لأنه أنا أقولها لكم، أنا الموضوع داخل الدستور لم يخيفني مثل ما أخافني الشكل الذي يمرر بهذا الدستور. الشكل الذي يمرر به هذا الدستور والطريقة اللي جابوها على البرلمان وكذا وكذا كذا هو الذي يشكل خطر على الدولة الجزائرية والأيام الجاية، لأن الجزائر حتى إذا دارت هذا الدستور لن يطبق. يا صعيبة باش تدير دولة دستورية بمعنى الكلمة، وأجزم وكلامي هذا سيبقى على اليوتيوب ويبقى على مواقع الانترنت، راح يجي نهار ويجي رئيس واحد أخر ويزيد يغير في الدستور، وأنا أقول لكم هذا الكلام. لأنه لو داروه بطريقة أخرى، طريقة تؤسس حقيقة إلى الدولة الجديدة والجمهورية الجديدة اللي نحكي فيها ونعاود، هذيك ممكن أنه نطمئن أننا دخلنا حقيقة مرحلة جديدة. أما المرحلة اللي تحكي عليها مجلة الجيش، هذه لغة الخشب تجاوزها الزمن. ولو نعود إلى مجلة الجيش، ماذا كانت تقول في عهد بوتفليقة؟ عفوا، ماذا كانت تقول في عهد بوتفليقة؟ لوجدنا الكلام الجميل. واش قالوا على الرئاسيات اللي داروها؟ واش قالوا على استفتاء ذاك تاع المصالحه الوطنيه؟ واش قالوا على غير وغير 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 وغير؟ واش زركست مجله الجيش؟ نفس البوق الذي كان يقدس ويسبح بحمد بوتفليقه هو الان يقدس ويسبح بحمد العهد الجديد، لانه ليست هناك استراتيجيه حقيقيه وفعليه. هذا واحد قاعد عيطوا له قالوا له اكتب لنا الافتتاحيه تاع مجله الجيش، وبدا يبدا قلم، وانا نعرف غجاتي كيفاش كيحب يزين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.